السلام عليكم أخي المشاهد. لكي تحصل على هذا الحسون الكبيس من النوع الجيد، جودة عالية وقوة وتكبيس ممتاز، عليك بهذه الخطوات والمعلومات القيمة. طرق خاصة هي اعتمدتها خلال سنوات من التجربة ومن الخبرة، اختر منها واحدة أو ما شئت وأكيد ستحصل على النتيجة المرجوة. أول شيء أخي المولوع هو استغلال تواجد ووجود الفراخ الصغيرة في هذه الفترة من السنة، فترة الفراخ. اعتمد فرخ واختار الفراخ القوية والجيدة وبصحة جيدة، الفراخ الصغيرة، وإذا كانت الفراخ صغيرة في السن فهي أفضل، وكلما كان الفرخ كبير إلا وتطلب مجهودا أكبر ووقتا أطول. اختر الفراخ التي تكون بعمر الشهر ونصف، هذا من الأفضل، لكن إذا كانت الفراخ أكثر من شهر ونصف، شهرين أو حتى 3 شهور أو أكثر فلا بأس. أول الخطوات هي وضع الفراخ، فراخ الحسون مع فراخ الكناري أو الكناري الكبير فلا بأس، ولا بد أن تكون إناث، الكناري إناث. نضع الفراخ، فراخ الحسون مجموعة مع الكناري، أو كل فرخ مع مجموعة من الكناري، أو فرخ الحسون مع كناري واحدة، يعني كل حسون مع كناري واحدة. وإذا عزلنا الفرخ، فرخ الحسون في قفص في مرحلة غيار الريش، فأول شيء والمهم هو أن لا يرى الحساسين والحساسين الأخرى لا تراه، يعني بعض الأيام الأولى حينما تكون فراخ الحسون صغيرة فلا بأس أن نتركها مع الكناري مجموعة، يعني الحساسين الصغيرة في عمر الشهر أو أقل من شهر أو أكثر بقليل، فلا بأس أن تكون يعني مجموعة. لكن بعد ذلك يجب فصل الذكور الحساسين، كل واحد مع إناث كناري أو كل حسون مع كناري أو أنثى كناري واحدة. مع الوقت ومع غيار الريش ممكن أن تتركه يغير الريش مع الكناري، إما أنثى كناري صغيرة السن تغير الريش مع حسون، أو الحسون يغير الريش مع إناث كناري كبيرة فلا بأس. المهم أن الحسون لا يرى حساس أخرى، هذا هو المهم، حتى وإن كان في نفس الغرفة مع وجود حساسين أخرى، لكن نترك كل حسون يرى كناري أو كل حسون يرى أنثاه المستقبلية. هكذا مع الوقت ممكن أن نجمع الحسون، ذكر الحسون مع أنثى الكناري من حين لآخر، نجمعه بعض الساعات في اليوم أو يوم كامل مع الأنثى، وبعد ذلك يعني نقوم بوضع الحاجز بينهما، إما الحاجز الشبكي من حين لآخر، وأحيان أخرى أو أيام أخرى تضع الحاجز البلاستيكي الذي لا يترك الأنثى ترى الذكر ولا الذكر يرى الأنثى. هكذا مع الأيام وفي فترة بدء الحماوة والتجهيز، عندما ترى الحسون يرقص على الأنثى من حين لآخر فهذه دلالة على قبوله بها وبداية حماوته. هذه هي العلامات الإيجابية التي تدل على الحسون أنه سيكون كبيس إن شاء الله، بهذه العلامات رقصه أو تراقصه على الأنثى. أيضا عندما تفصله أو تقوم بوضع العازل الذي لا يجعلهما يرى بعضهما، فتسمع الذكر ينادي ويبحث عن الأنثى، والأنثى تنادي تبحث عن الذكر لتراه. هذه دلالة واضحة وجد وكبيرة جدا تدل على قبولهما ببعضهما واستعدادهما للتزاوج عندما يكونوا جاهزين 100%. أنا شخصيا كانت تحدث معي يعني بعد التجارب في حساسين مع إناث كناري، أرى تلك العلامات علامات القبول ببعضهما، وحتى يكون جاهزين وأكون قد جمعتهما في قفص التزاوج، ولم أرى حتى يعني عملية التكبيس،
عند وضع الأنثى للبيض ومرور 5 إلى 6 أيام، يعني ألاحظه أو أفحص البيض وأراه بإذن الله يكون مخصب، وهذه فقط تلك العلامات الأولى. هناك شخصية قوية لبعض الحساسين، وهناك شخصية يعني فقط تستغل لحظة وضع أو أخذ الأنثى لوضعية التلقيح فيلقحها الذكر، وهناك بعض الحساسين من هي عنيفة في طلبها لتكبيس الأنثى، كهذا الحسون هو عنيف جدا وشرس في التكبيس، يكبس المرة الأولى وممكن أن يكبس المرة الثانية. وهناك حساسين من تكون شخصيتها ودودة وحنونة جدا، كهذا الحسون يطعم الأنثى في العش، وهذا هو عشه الأول وهذا عامه الأول الذي سيكون مخصب ومكبس. يعني أنا قمت بترويضه على الأنثى، وهنا لاحظت إطعامه للأنثى ولم أرى حتى تكبيسه لها. وبعد مرور بعض الأيام فحصت البيض ووجدته مخصب بالكامل، 4 بيضات ما شاء الله. هناك حساسين يكون مزاجها تقريبا بين الصعب وبين الحنون، ولكن بعض المشاكل التي تقع أن تجد الحسون عندما تضع الأنثى للبيض يستغل لحدة حماوته وحماوته الكبيرة يكسر البيض أو يقتل الفراخ في العش. هذا الحسون عند فصله عن الأنثى شاهد يبحث عنها ويغرد بقوة باحثا عنها. ما شاء الله، هذه هي فراخه الأولى، هذا هو عشه الأول مع الأنثى، وكانت بكرية ما شاء الله، وهي طفرة ذات عيون حمراء هذه التي ترون. هذه فراخه وأنثاه، وضعتهما للتشميس. إخوتي الكرام، كل هذه النتائج الجيدة والمثمرة هي بتجهيز طبيعي 100%، فقط تلفاف ووقت الحريقة أو القريص، تلك المواد الطبيعية المحفزة جنسيا والمحفزة على التغريد أيضا. حساسين جد مغردة وحماوة يعني عالية، تخصيب جد ممتاز للبيض كله ما شاء الله. أنا عندي مواضيع، لدي مواضيع بخصوص التخصيب والحماوة وتجهيز الحساسين والكناري بالمواد الطبيعية، أيضا الإطعام من الأبوين للفراخ بالتفاف هو جيد جدا، وتكون به تلك الحشرات حشرة المن الملتصقة بالسيقان، هي جد جيدة للفراخ للإطعام. هذا الحسون فصلته عن الأنثى، والطريقة هي أنه تفصله عن الأنثى، ومن الأفضل أن تعزله عن تلك الغرفة التي بها أنثاه الأولى، لأنه لن يقبل بالأنثى الثانية بسهولة، فهو ممكن أن يقتل الأنثى الثانية، وهذا حصل معي شخصيا. تفصله وتعزله أو تخرج الأنثى الأولى ويعني تعزله عن في قفص لوحده، وشيئا فشيئا تعود على الأنثى الثانية، وهكذا حتى يقبلها ويبدأ التزاوج معها. وهذا لن يأخذ وقت كثير، فقط بعض الأيام، أسبوع على الأكثر، ويقبل بها ويتزاوج معها. هناك طريقة ثانية، وهي تعويد الحسون في فترة يعني عندما يكون فرخ على أنثى الهجين. أنثى الهجين أيها الإخوة الكرام، استغلوا هذه الفترة، فترة الانتهاء من الإنتاج، واشتروا إناث هجين للتزاوج مع الحسون، لتعويدها على الحسون وتعويد الحسون عليها، وأيضا لكسب أو للإنتاج والحضن. هي تحضن بيض الحسون وتحضن بيض الهجين والكناري أيضا، هي مساعدة للحضن وللإطعام، تساعد في إطعام الفراخ والحضن بشكل جيد. الحسون يعتاد على أنثى الهجين والتكبيس أيضا، ومن بعد ذلك تضعه لأنثى كناري لتحصل على الهجين بإذن الله، لأن أنثى الهجين هي كما نعلم من جنسي النوعين معا، وهي قريبة أيضا لجنس الكناري.
هون تلها جين تجمع القطن اللي هي جاهزة لجمع العش ووضع البيض. الحسون أيضا هو يتزوج معها ويجمع مواد التعشيش معها، هذا دليل على قبوله بها. حتى رقصاتها هي سبحان الله تكون رقصاتها عندما تحمل مواد التعشيش، تلك الحركات بالأجنحة والرفرفة هي حركات الحساسين التي تجمع مواد التعشيش. عندما ترون قوة التغريد على الأنثى من طرف الحسون أو على أنثى الهجين أو أنثى الكناري على حد سواء، فاعلموا أنه قبل بها وهو جاهز للتزاوج والتكبيس، فهو أصبح كبيس بإذن الله حتى ولو لم تره يكبسها، فمئة بالمئة سيكون كبيس من الدرجة الأولى. هذه فراخ جميلة للحسون الأول مع تلك الأنثى الكناري الذهبية، هذه فراخ لأنثى كناري أخرى. الحسون الأول كان له شخصية جد قوية وكما نقول كاركتير قوي جدا، وهو يقبل بجميع الإناث، لكن يجب عليك أن تعرف كيف يعني تقوم بوضعه لإناث أخرى كما ذكرت، تعزله عن الأنثى الأولى التي تزوج معها، هي تخرجها من تلك الغرفة أو هو تخرجه من تلك الغرفة، هذا ضروري فقط في يعني الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين حتى يعتاد على أنثى أخرى، وعندما يتزوج مع الأنثى الثانية ويقبل بها تضعه لوحده، يعني تفصله وتعزله لوحده، وهكذا عندما تجهز إحدى الإناث تضعه معها مباشرة، هكذا يبدأ في القبول بكل الألوان والأشكال من الكناري والطفرات، وممكن أن تحصل به على إناث أو تحصل به على فراخ هجين جد مميزة بألوان كما ذكرت كما في الفيديوهات التي وضعت عن ألوان الهجين المميزة. هذه الأنثى هي أنثى لوتينو أعين حمراء، هي معروفة هذه الطفرة، الطفرة الصفراء بأعين حمراء ممتازة، تأتي بفراخ لونها في الصدر بها صفار تقريبا يعني في الصدر وعلى يعني على في العنق على الظهر وداغة تقريبا صفراء جميلة. تكون بعض الحساسين في شخصيتها محتشمة وخجولة نوعا ما، لكن تكون كبيسة بهذه الطرق وهذه الطريقة التي ذكرت من قبل وطريقة موالية أيضا بعد هذه اللقطات. هذا الحسون يعني محتشم ولا يغرد بقوة على الإناث، هذا كان عشه الأول مع هذه الأنثى التي عودته معها طيلة فترة الشتاء وفترة ما قبل يعني في الغيار، وكان بجنبها وبقربها ومقابل قفصه مقابل لقفصها على طول الموسم الشتاء حتى اقتراب يعني موعد الجهوزية، وجهز يعني بعض الفترات أضعه معها وبعض الفترات أخرى أفصله عنها وأتركه فقط يعني يراها وتراه. هكذا هذا الحسون وهذه وشخصيته المحتشمة كما قلت والخجولة نوعا ما، هو يرقص حولها ويدور حولها فقط لكي يستغل تلك الوضعية، وضعية التلقيح كما ترون سترون بعد قليل أنه لن يترك تلك الفرصة تمر يعني مرور الكرام، فسيستغل تلك الفرصة. هذا كبيس ممتاز جدا، وضعته لعدة إناث بعد هذه الأنثى وأتى هذه اللقطة سبحان الله ما شاء الله.
كل البيض يأتي مخصب، والتجهيز كان طبيعي 100% كما ذكرت. سأضع فيديوهات وروابط الفيديوهات للتجهيز الطبيعي 100%. إن كان لديك أخي المربي بعض الوقت في الأسبوع حتى يعني لساعة أو ساعتين في اليوم، ليومين أو ثلاثة بالأسبوع فقط، تجلب من الطبيعة بعد بعض المواد والنباتات الطبيعية وتقدمها لحساسينك، وحتى الكناري أيضا يتغذى عليها. هذا هو الحسون الذي وضعته في اللقطة السابقة مع الأنثى الأولى. هذه أنثى ثانية، أنثى تيمبرادو. هذه الطريقة الثالثة إخواني أخواتي الإخوة الكرام، وضعت مقابل لذكر الحسون وأنثى الكناري، وضعت مقابل لهما ذكر كناري يغرد على الأنثى، وانظروا هو لا يغرد الحسون على الأنثى، فقط يتراقص ويرقص حولها ويتبعها، فسيستغل فقط تلك الوضعية، وضعية التلقيح، وسيكبس بإذن الله. ما شاء الله، حسون ممتاز جدا في التكبيس. أنتجت منه عدة فراخ هجين وعدة أعشاش من إناث مختلفة. هذه فراخه ما شاء الله، وأنثى الهجين هي من كانت تطعم. انظروا إخواني أخواتي إخواني الكرام المولوعين، الإطعام كيف هو، وهذه كانت فراخه كلها. لا تنسونا بدعمكم وضع إعجاب دائما في بداية الفيديو أو آخره، إن وصلت إلى آخر الفيديو فضع إعجاب. أي استفسار أو سؤال منكم أيها الإخوة الكرام وضعه في التعليقات. اذكروا الله، ما شاء الله، هذا الحسون هو متعود على الإمساك باليد، أضعه لعدة إناث بهذه الطريقة ما شاء الله. أرجو من الجميع كل من يشاهد فيديوهاتي وهذا الفيديو خاصة أن يضع إعجاب. دعمكم لنا شكر، هو شكر لنا للمجهود الكبير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.